متحف تايت في لندن يعرض عددا من أعمال الرسام الأمريكي روي ليختنستاين الذي يعتبر من أبرز رسامي حركة الفن الشعبي. هذا الرسام استوحى أعماله من فن التصوير والإعلانات المصورة والرسوم المتحركة التي اشتهرت في فترة الستينيات. هذا الرجل هو من سلالة الرسامين العظماء في القرن العشرين مثل بيكاسو وماتيس. هناك أيضا معاصروه مثل أولدنبرغ وراهول وجاسبر جونز وروبرت روزنبرغ، لكن أعماله تختلف كثيرا عن أعمال هؤلاء الرسامين الأربعة لأنه تمكن من خلق بصمة خاصة به. هذا المعرض الأضخم من نوعه منذ وفاة روي ليختنستاين عام 1997 سيحلق إلى شيكاغو ثم واشنطن قبل أن يحط الرحال في باريس في أكتوبر المقبل.